سلام مصر الوطني يعزف في الجزائر بأول ثلاث ذهبيات بفضل الأولمبية الكبيرة في ريال أشرف، المقاتل يوسف بدوي وبنات تنس الطاولة. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. النهاردة يوم الأبطال، أبطال مصر في الكاراتيه، أبطال حقيقي من ذهب. الشجاع يوسف بدوي اللي كمل المباراة النهائية وفاز بيها بعد ما حصل له حالة إغماء، وفي ريال البطلة كالعادة اللي معاها ما بتشوفش غير الذهب، والمعجزة هنا جودة اللي قادت بنات مصر الذهبية تنس الطاولة على مصر وهو بيترفع النشيد الوطني وهو بيعزف، كلها حاجات تخلي راسنا في السماء، فخورين وفرحانين بأبطال حقيقيين. 3 ذهب مع 4 فضة و5 برونز، ولسه مستنيين أكتر.